السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، طلاب الأحياء، يتجدد معدنا الأسبوعي مع لقاء مادة الأحياء أولى ثانوي علم الوراثة. احنا بنكمل مع بعض اللي احنا خدناه الأسبوع اللي فات، أو بنكمل مع بعض تداخل فعل الجينات أو الجزء بتاع الجينات اللي احنا ما كملناهوش. المفروض النهاردة هنبدأ ناخد يعتبر آخر حالة من حالات تداخل فعل الجينات. أنا عارف إن هي في الكتاب ممكن تكون محطوطة أول حالة أو محطوطة في النص، لكن أنا بحب أخليها للآخر لأن هي حالة غريبة شوية عن باقي الجينات. يعني لما كنا بناخد الجينات المميتة دي كانت جينات مندلية، ولكن بيموت ربع النسل، فكانت شبيهة شوية بحالة مندل، قانون مندل الأول. لما كنا بنقول الجينات انعدام السيادة، رجع معايا، كانت النسبة 1:2:1 برضو شبيهة بقانون مندل الأول، إلا إن ما في جين بيسود على جين، فأنا كنت برضو بشبه. إنما الحالة بتاعت النهاردة اسمها حالة الجينات المتكاملة. الحالة دي حالة غريبة قوي ومش مألوفة بالنسبة لك أو مش متعرف عليها. حالة الجينات المتكاملة دي حالة غريبة جدا. طيب غريبة في ايه يا مستر؟ او هتختلف معايا في الحل والتطبيق وان انا افكر اصلا فيها ازاي؟ قالك الجينات المتكاملة دي الغريب فيها ان كل صفة لا يتحكم فيها 2 جين زي ما احنا متعودين، بيتحكم فيها 4 جين. افتكر معايا تاني، احنا قلنا كل صفة وراثية المفروض بيتحكم فيها عاملين وراثيين زي ما مندل قال، او طبقا للنظرية الكروموسومية 2 جين، اللي هم مين؟ اركبتل، ار سمول، ار سمول، ار سمول، ار دبليو في حاله انعدام السياده، واي كابيتال واي سمول في حاله الجينات المميته. اي صفه في الكون طبقا للكلام اللي قبل كده كانت بعبر عنها بحرفين 2، بجين وجين، جين وجين، 1+1 متنحي فيه نقي فيها جين. طيب الحاله دي حاله غريبه جدا. العلماء قالوا ان حاله الجينات المتكامله مش بيتحكم في الصفه الواحده جينين او زوج من الجينات، بيتحكم فيها 4 جينات، يعني 2 زوج. يعني ايه؟ يعني الاقي على نفس الكروموسوم في جين اسمه A وجين اسمه B، الجينين مع بعض مسؤولين عن اظهار صفة واحدة. يبقى كده 4 جينات يا مستر، هو نوعين، نوع من الايه؟ A كابيتال و A سمول، ونوع من البي، B كابيتال و B سمول، الا ان الاربعة مع بعض بيتكاملوا معا لأداء دور صفة واحدة. كأن يعني بقول الصفة عشان تظهر محتاجة عدة مراحل، فكل جين من دول أو كل نوع من الجينين بيقوم بمرحلة منه. يعني المرحلة الأولى يعملها الـ A كابيتال A سمول، المرحلة الثانية يعملها الـ B، بعد كده المرحلة الثالثة A، بعد كده المرحلة الرابعة B. إذن لا يمكن الاستغناء عن جين من إيه؟ من الجينين. طيب حلو يا مستر، انا فهمت ان كده في حاجه جديده اسمها صفه بيتحكم فيها 4 جينات. طيب اعرف منين مين السائد ومين متنحي او مين نقي او الصفتين ايه اصلا؟ اديني مثال عشان اقدر افهم. قلت لك تمام، انا عندي المثال بتاعي صفه توارث لون الازهار في نبات بسله الازهار أو الزهور. في نوع من أنواع البسلة، بسلة، بسلة، مش بسلة دي مندل؟ قال لك لا، المفروض البسلة بتاعت مندل هي البسلة المألوفة المتعارف عليها اللي احنا بنسميها في علم الأحياء بسلة الخضر، أو لما يقول بسلة بس. لكن نوع البسلة ده نوع آخر من البسلة اسمه بسلة الزهور، سلالة تانية يعني. وطبعا أنت ما تعرفش إن من كل نبات ممكن يكون في أكتر من سلالة، وده أنا أتعرف عليه بالتفصيل في الباب الرابع اللي هو علم الإيه؟ التصنيف. طيب يبقى في نوع من النباتات اسمه بسلة الزهور او بسلة الازهار، او البسلة دي بيكون فيها ازهار حمراء وازهار بيضاء زي البسلة العادية، ولكن النبات ده المفروض انه نبات زينة بيتزرع لشكل الازهار بتاعته جميل. طيب ماله النبات ده؟ قال لك النبات ده عنده صفتين، الصفة الاولى الازهار الحمراء سائدة على الازهار البيضاء. سائدة، ايوه. طيب ما هو الصفة دي المفروض بيتحكم فيها برضو 4 جينات مش جينين بس، فانا كده مش عارف السائد هيبقى شكله عامل ازاي. يعني بمعنى اصح، صفة لون الزهور الحمراء يظهر امتى، وصفة لون الزهور البيضاء يظهر امتى، ولازم تركز في الجزئية دي، لان لو انت ركزت في دي تبقى فهمت كل الباقي. تمام، نقول تاني، امتى الزهرة تطلع حمراء؟ يعني يكون الجينات بتاعتها شكلها ايه؟ زهرة حمراء يبقى ده الطرز المظهري. طب الطرز الجيني بتاعه ايه؟ اللي هو
إكابتل اسمه. العلماء قالوا إن لا تظهر الصفة السائدة، الصفة مين؟ السائدة، إلا عند اجتماع جين كبير، حرف كبير، جين سائد من كلا الجينين معا. لا فسر، يعني لازم عشان الزهرة الحمراء تظهر لازم يكون عندي إيه كابتل وبي كابتل يتجمعوا إيه معا على الأقل اتنين، يعني واحدة من الإيه كابتل على الأقل واحدة من البي كابتل على الأقل تكون موجودة. طيب ده مستر هيخليني أقول إن كده في احتمالات للأحمر، في كام احتمال؟ في 4 احتمالات يظهر فيهم اللون الأحمر. إيه هما بقى؟ A كابتل A كابتل B كابتل B كابتل. هل تجمع الـ A كابتل والـ B كابتل عشان يتكاملوا لإظهار صفة اللون الأحمر؟ آه، ده مش تجمع A كابتل وB كابتل بس، ده تجمع 2 من الـ A كابتل و2 من الـ B كابتل، وأنا بقول إن على الأقل يجمع واحد واحد. فلو في 2 و2 خير وبركة، كأن دي كأن يعني دي الصفة الناقصة. طيب تعال نقول في احتمال تاني، A كابتل A small B كابتل B كابتل، هل هنا تجمع الـ A كابتل مع الـ B كابتل؟ آه يا مستر، يبقى صفة اللون الأحمر هتظهر من تكامل الجينين الكبيرين. طيب هنا نقول A كابتل A كابتل B كابتل B small، آه برضو أحمر عشان في A كابتل وفي B كابتل. طب A كابتل A small B كابتل B small نسميها برضو أحمر، لأن في على الأقل، هي دي الحالة اللي احنا بنقول عليها، على الأقل يكون في واحد كابتل من إيه؟ واحد كابتل من بي يتكاملوا لإظهار لون أحمر. طب بالنسبة لصفة اللون الأبيض إمتى تظهر؟ عندما يغيب أحدهما، أحد مين؟ البي كابتل والإي كابتل لا يتجمع، ما يبقوش موجودين مع بعض خالص خالص، دول الاتنين ما يتجمعوش. يبقى كده ممكن اعمل 5 احتمالات للون الابيض، مش 4 يا مستر، لا 5، هيزيد واحد. تعال نشوف ليه. قالك ممكن يكون عندي A كابتل و A كابتل بس ما عنديش B كابتل خالص، وممكن يكون عندي A كابتل و A سمول و B سمول B سمول، يبقى برضو ما عنديش B كابتل. تمام، اذا الصفة هتطلع ابيض. ابيض ليه؟ علل، لغياب الجين السائد من الايه النوع الاخر اللي هو البي. يبقى الـ A موجود منه سائد، الـ B مش موجود منه. ممكن ألاقي عندي A small A small B capital B capital، يبقى الـ B capital موجود منه 2، لكن مش كفاية، لازم يكون في واحد من الـ A capital. أو ألاقي A small A small B capital B small، يبقى كده برضو موجود منه الـ B capital هو اللي موجود، الـ A capital مش موجود، يبقى غابة أحد مراحل تكوين الصفة، يبقى مش هتتكون، يبقى صفة اللون الأحمر للأسف مش هتظهر. أو ممكن نلاقي أبيض اسمول اسمول بسمول بسمول، كأن ده الأبيض النقي، كأن ده عكس ده تمام، كأن ده نقدر نسميه أحمر نقي وده نقدر نسميه أبيض نقي. طبعا أنا ما عنديش في الصفة دي نقي وهجين، لأن أنت ممكن تلاقي إن ده فيه صفة هجينة وصفة نقية، صفة هجينة وصفة نقية، فأنا مش بقول، أو جين نقي وجين هجين، فأنا مش بقول نقي وهجين، أنا بقولها بس كده كتمثيل، يعني ده كل جيناته سائدة وده كل جيناته متنحية، يبقى دي اسمها حالة الجينات متكاملة. طب ودي يا مستر هيكون ليها مسألة زي ما مندل عمل جيل أول وجيل تاني؟ قلت لك آه طبعا هيكون ليها مسألة، والمسألة بتاعتها هتبقى تشبه إلى حد كبير الصفة بتاعت توارث الصفتين عند مندل، اللي هو قانون مندل التاني، لأن في قانون مندل التاني كان بيدرس توارث الصفتين، فكان عندي 4 حروف، لكن هنا هيبقى عندي 4 حروف بس هم بصفة إيه؟ واحدة. وبناء عليه هنبدأ نعمل التمثيل الوراثي لجينات المتكاملة شبه قانون مندل مين التاني. تابع معايا عشان النسبة هتطلع شبه نسبة قانون مندل التاني. أنا كالعادة في أي تمثيل وراثي ببدأ بفرض المفروض أن يكون نقي كليا، بس احنا طبعا هنقول عليه ده الأحمر أو له أزهار حمراء، هيتزاوج مع فرض ما عندوش اي جين لجينات اللون الاحمر، يبقى له ازهار ايه؟ بيضاء. نعمل جيل اول، وهنا التحدي الكبير في ان انا ازاي اطلع جاميتات او الامشاج بتاعتي. طبعا لما باجي اطلع امشاج هاخد واحد من الاي وواحد من البي مع بعض في مشيج واحد. طيب ليه باخد واحد من الـ A وواحد من الـ B في مشيج واحد؟ لأن الاتنين متشالين على كروموسوم واحد، فهيتورث ده مع بعضه أو ده مع بعضه.
تمام. طيب طلع كده الامشاج معايا، قال لك يبقى هنا A كابيتال وB كابيتال، الجي الجاميطات والA كابيتال والB كابيتال، دول المفروض ان هم موجود منها A كابيتال B كابيتال تاني ومتكررة، فانا هاخد منها واحدة. طب الناحية التانية A سمول B سمول وبرضو متكررة، فانا هاخد منها واحدة وابدأ اجوز عشان اطلع الجيل الاول. طيب الجيل الاول فيرست جينيريشن بتاعي المفروض اجوزه مع بعضه يديني A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول. ايوه ركز كويس، بص بعينك قول معايا قبل ما اقول، ده يطلع لونه ايه؟ يعني الجيل الاول هيطلع 100% له ازهار بيضاء ولا حمراء؟ حمراء، عشان الاي كابيتال اتجمعت مع البي كابيتال. يبقى هنقول كده الجيل الاول 100% له ازهار حمراء او يحمل الصفة السائدة. ايه ده يا مستر؟ ده زي كل الحالات، دايما الجيل الاول بيشيل الصفة السائدة، قلت لك بالظبط بنسبة 100%. طب ما تيجي نعمل جيل تاني، يعني لو حبيت اجوز A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول اللي هو الفرد الناتج ده، اعمل له تلقيح خلطي يعني اهجنه مع نفسه. طيب A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول، فالمفروض هيديني ايه؟ قال لك نعتبر دي B2 اباء الجيل الثاني، صح كده؟ طيب مشكلتي فيه ان انا اطلع الجاميطات، الجاميطات هنا هتتوزع او هتطلع بطريقة التوزيع الحر اللي قال عليها ابونا في الوراثة مندل، اللي هي ايه؟ الاي كابتل ممكن يكون ليه جاميطة اي كابتل واخدة بي كابتل، او جاميطة اي كابتل واخدة بي سمول، صح؟ يبقى وزعنا هنا مرة وهنا مرة. طب والاسمول برضو اعمل له توزيع حر، احتمال، دي كلها احتمالات، احتمال اطلع A سمول مع B كابيتال، واحتمال اطلع A سمول مع B سمول، يبقى طلع عندي كم مشيج؟ اربع مشيج. كم؟ اربعة. طيب بالنسبة للفرد الثاني، قال لك الفرد الثاني يطلع نفس الامشاج برضو A كابيتال B كابيتال، A كابيتال B سمول، A سمول B كابيتال، A سمول B سمول. طيب جوز هيطلع معاك حوالي 16 فرد، لان انا هعمل جدول يحصل فيه 16 احتمال، اربع جاميطات بيدوا او بيتزوجوا او بيتلقحوا من اربع جاميطات تانية. الحالة الاولى هيطلع A كابيتال A كابيتال B كابيتال B كابيتال، وده ازهار حمراء لان اتجمع فيه كل الصفات اللي بتظهر صفة اللون الاحمر A كابيتال والB كابيتال. طيب التاني هيطلع A كابيتال A كابيتال B كابيتال B سمول، صفة أزهار حمراء. A كابيتال A سمول B كابيتال B كابيتال، برضو أزهار حمراء، ده مع ده. A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول، أزهار حمراء. طيب نكمل. الجميطة الثانية لو تمت تلقيحها من قبل الأربع أمشاج دول، أو هي لقحت الأربعة، فهنلاقي إن A كابيتال A كابيتال B كابيتال B سمول، برضو أزهار حمراء. A كابيتال A كابيتال B سمول B سمول، شاطر، انا سامع حد هيقول في دماغه ان دي ازهار بيضاء. ليه بيضاء؟ عشان مفيش B كابيتال، صح كده؟ مظبوط، فهمت الحال. طب A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول، يبقى برضو ازهار حمراء. طيب هنا بقى A كابيتال A سمول B سمول B سمول، ازهار بيضاء. طيب كمل معايا، نقول تاني ده مع ده، A كابيتال A سمول B كابيتال B كابيتال، أزهار حمراء. المفروض تكمل عندك وتمشي معايا واحدة واحدة، وقف الفيديو وحل وقول لي هيطلع أزهار بيضاء ولا حمراء. طب يلا، ها ده مع ده، يطلع A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول، أزهار حمراء. طب ده مع ده، A سمول A سمول B كابيتال B كابيتال، أزهار بيضاء. شطور، عشان مفيش A كابيتال. طيب A كابيتال A سمول A سمول مع B كابيتال B سمول، برضو أزهار بيضاء. هنا نجوز A كابيتال A سمول B كابيتال B سمول، أزهار حمراء، عشان الجميطة دي تدي A كابيتال و B كابيتال مع بعض. إذن الجميطة دي أو دي لازم أي تزاوج ليها ينتج أزهار حمراء، لأن هي واخدة الجينين اللي هيخلوها حمراء أوتوماتيك بغض النظر عن الجميطة اللي قصادها. طيب A كابيتال A سمول B سمول، A كابيتال A سمول B سمول B سمول، أزهار بيضاء.
طيب ده معناه اسمول اسمول بكابتل بسمول ازهار بيضاء. طيب اسمول اسمول بسمول بسمول ازهار بيضاء. لو جيت اجمع مع بعض كده النسبة او نشطب مع بعض الازهار الحمراء باللون الاحمر، 1 2 3 4 5 6 تقريبا 7 8 9 ازهار بيضاء، يبقى كده هيطلع لي ازهار حمراء، انا اسف، لو كام 9 الى الازهار البيضاء نسبتها كام؟ اللي باقي من 16 خدت منهم 9 احمر، يبقى اللي باقي كام بالظبط كده؟ انا سامعك بتقول 7، يبقى 9 الى 7 نسبه جديده اول مره اشوفها اسمها الجينات المتكامله. طيب لو جيت تبص على النسبه دي هتلاقي ان انا بقول لنفسي، وانا خدت فين الجدول ده قبل كده؟ شفته فين؟ شفت الجدول اللي هو كان بتاع قانون مندل الثاني لما كنا بنقول ازهار الصفراء واي كابيتال واي سمول والبذور الصفراء والبذور الملساء اس كابيتال اس سمول، كنت بجوزه مع واي كابيتال واي سمول اس كابيتال اس سمول، كنت بجوز 4 حروف مع 4 حروف ولكن كانت 4 حروف بصفتين، هنا 4 حروف بصفه واحده، فهلاقي ان في تشابه وفي اختلاف. تشابه في ايه؟ في ان انا طلعت 4 امشاج واربع امشاج فطلع لي 16 فرد زي هناك بالظبط، ولكن الاختلاف ان هناك نفس الفرد اللي هنا ممكن يكون له صفتين، هنا له صفه ايه؟ واحده، يبقى 4 امشاج او 4 حروف بصفه، 4 حروف بصفتين. ده خلى النسبه بتاعت مندل الثانيه لو انت مذاكر او لو انت فاكر كانت نسبه 9 إلى 3 إلى 3 إلى 1. النسبة دي كأن كل المتنحي فيها تجمع في صورة الأزهار البيضاء، طلعت نسبة 9 إلى 7. 9 إلى إيه؟ 7. يبقى 9 إلى 3 إلى 3 إلى 1 قانون مندل الثاني، اتحورت النسبة المندلية الثانية فيها إلى 9 إلى 7، لأن 9 ده هو اللي كان عند مندل يحمل الصفات السائدة، إذا هنا عندي برضو يحمل الصفة السائدة اللي هي مين؟ حمراء. طب التلاتة دول كان أي واحد فيهم لازم يكون فيه صفة متنحية، يعني مثلا كان أصفر بس مجعد، كان أخضر بس أملس، كان أخضر ومجعد، يعني لازم يكون فيه صفة من الصفات بتكون متنحية. لو جمعت كل الطرز الجينية بتاعت المتنحية في صورة أبيض عندي هيطلع لك إن الأبيض لونه أو نسبته 7، يبقى نسبة 9 إلى 7 ما هي إلا تحوير للنسبة المندلية التانية. ولكن قانون بتاع الجينات المتكاملة بيبقى قانون من ضمن القوانين اللي تظهر فيها حالة غريبة جدا 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 عمرها ما ظهرت معايا. ممكن أقول لك ايه هي الحالة الوراثية الوحيدة اللي اجوز فيها افراد متنحية، اسمع السؤال كويس، مع افراد متنحية فينتج النسل 100% افراد تحمل الصفة السائدة. الحالة الوحيدة اللي ينفع يظهر فيها كده هي حالة الجينات المتكاملة. وللسؤال تاني، لان السؤال ده غريب شوية او بيخليني افهم الوراثة فهم عميق، مش شرط اني عشان جوزت زهرة بيضة لزهرة بيضة من بسلة الزهور ان لازم يطلع ابيض. الكلام ده كان ايام الحالات بتاعت السيادة التامة بتاعت مندل، لو جوزت ابيض لابيض لازم يطلع ابيض، لكن في الحالة دي انا ممكن اجوز زهرة بيضة او نبات ذو ازهار بيضاء، مع نبات ذو ازهار بيضاء كلاهما يحمل الصفة المتنحية، فلاقي ان الجيل الاول بتاعهم النسل بتاعهم طلع 100% يحمل صفات ازهار حمراء. تعرف تعملها؟ نعرف نعملها. طيب ناخد فاصل ونرجع نعملها. حل معايا المثال بتاع الجينات المتكاملة. انا قلت ان انا هجوز فرد ابيض، تعالى مثلا ناخد الفرد ده اي كابيتال، اي كابيتال بي سمول بي سمول، هل الفرد ده بالنسبة لك بيمثل ابيض؟ اي مستر، علل لغياب جيل البي كابيتال، مش موجود، يبقى المفروض ان ده فرد ابيض، يعني يحمل صفة متنحية، يبقى اذا ده فرد متنحي. جوزولي يا سيدي مع اسمول اسمول بكابتل بكابتل، يعني الفرد الابيض التاني وبرضو يحمل صفة متنحية، اذا هو فرد متنحي. فرد متنحي مع فرد متنحي. طيب فرد متنحي، فرد متنحي جوزه، اطلع جميطاتك امشاجك، يبقى اطلع اي كابتل بسمول جميطة واحدة، اسمول بكابتل جميطة واحدة، جوز هيطلع ايه بقى معايا؟ هيطلع ايوه
ايه كابيتال ايه سمول، بي كابيتال بي سمول، فرض 100% جميع الافراد تطلع ازهار حمراء. اذا جوزت المتنحي مع المتنحي طلع سائد. ما ينفعش يحصل كده ابدا ابدا في اي حاله وراثيه غير حاله الجينات المتكامله. طول ما في جينات متكامله ممكن يحصل معاك الاحتمال ده، اي حاله تانيه لا. راجع معايا كده حاله قانون مندل الاول، ما ينفعش اجوز ابيض لابيض ينتج احمر، ما يحصلش. طب في حاله انعدام السياده، ما فيش اصلا حد متنحي عشان اجوزه، بس حتى لو انت جوزت الصفه الجديده اللي هي مثلا في الديك الاندلسي دجاج ازرق لدجاج ازرق، بيطلع كل الصفات معاك، دجاج اسود ودجاج ابيض ودجاج ازرق، فيبقى مش طالع عندك من متنحي سائد. ما فيش حاجه اسمها اتنين اباء متنحيين ينتجوا جميع نسلهم سائد الا في حاله الجينات المتكامله. المفروض كده انا خلصت تقريبا الخريطة الأولية للشغل على الجينات. يعني إيه؟ يعني أول حاجة قلنا إن في أسس وقواعد أسسها العالم جريجور مندل، وقال إن فيها مبدأ اسمه مبدأ السيادة التامة، ولكن دي قاعدة عامة على كل الصفات في كل الكائنات الحية ولكل قاعدة شواذ. طيب إيه الحالات الخاصة من قاعدة مندل؟ قلنا بقى واحد الجينات انعدام السيادة، اتنين في جينات مميتة، تلاتة في جينات متكاملة، في فصائل دم، في حالة تعدد بدائل، قلنا عدة صفات شاذة عن قوانين مندل. إذا أنا خدت كل حاجة عن الجينات الوراثية، جينات مندل وجينات لا مندلية.